من الاشياء الظريفه اللي المفروض نتوقف عندها، وهو انه ما حدش سال نفسه ليه الايفون اسمه ايفون، او الايباد ليه اسمه ايباد. ايفون يعني اي ام فون، وايباد اي ام باد. اي دي مش اختصار للانترنت، اي دي ان انا التليفون، انا الايفون نفسه، والايباد انا الايباد ده نفسه. عبر المرحلة المادية اللي الانسان بيعيش فيها، بيتحول هو نفسه الى الفيلا اللي بيملكها، العربية اللي بيركبها، الموبايل اللي بيشتريه، الجزمة اللي بيلبسها، الماركة اللي بيلبسها في التيشيرت والبنطلون، وهكذا. من العملية الاستهلاكية هذه، من الصيرورة المادية هذه، بيتحول الإنسان إلى شيء، إلى ماركة، ويخضع هذا الإنسان للنزعة الاستهلاكية هذه. والمجتمع كله بيصبح هكذا، ويساعد على هذا. يعني يصبح الإنسان كده، والمجتمع بيساعده على كده، وبينمي فيه كده، وهو بيحقق ذاته من خلال كده، مش من خلال ان هو يتقدم علميا، مش من خلال ان هو يتقدم روحانيا، ولكن ان هو هيتقدم من خلال يعني من خلال تلك النماذج. كان معانا صورة دلوقتي عن الايفون. البعض بيشوف انه الايفون تركيبته هكذا، هو على هيئة سجن، وانه العنابر المكعبات الصغيرة دي هي العنابر. كانوا بيتكلموا انه هو ده نموذج، ان انت داخل هذا السجن، سجن الاستهلاكية وسجن المادية، وانت بتأخذ من هنا وتأخذ على هنا. الحقيقة ان احنا الاسلام بيتعالى عن تلك الفردانية اول حاجة، والمادية تاني حاجة، وانه المجتمعات الاسلامية والمجتمعات الإسلامية التاريخية كانت بتنبئ ان القضية ابدا لم تكن قضية سلع، وقضية مادية، وقضية ارضية بحتة، وانما كان المجتمع نفسه متعلق بالله، متعلق بالقرآن، متعلق. يعني مثلا الناس بتستغرب انه احد السلف مثلا كان يقوم بالقرآن كله، ويقوم بالقرآن كله يعني في ليلة واحدة من ليالي رمضان او غير رمضان، ويسأل كيف هذا. انت لو سبت نفسك من الايفون والفيسبوك والمسلسلات وكذا وكذا وكذا، وفرغت نفسك، هتجد ان الوقت فيه بركة لم يكن عند هؤلاء. مثل الامام الطبري الذي كتب مليون صفحة، ما كانش عنده، لو كان عنده فيسبوك وتويتر، وكان عنده مسلسلات وتلفزيون، وكان عنده قهاوي هكذا، ما كانش كتب مليون صفحة، صح؟ لكن احنا عندنا دلوقتي ما يمنعنا ان نكتب مليون صفحة. الحقيقة انه هناك عالم ايضا اسمه إريك فروم. إريك فروم ده تكلم عن شيء مهم جدا جدا جدا، يجب ان نعيه فعلا، وهو الاغتراب. يعني ايه الاغتراب؟ هو بيتكلم انه الانسان اصبح مغترب عن نفسه وعن المجتمع وعن دينه وعن كل شيء. انه الادوات الحديثة كل ادوات المجتمع الحديثة والسلع وهكذا اصبحت تجعل الانسان مغتربا. يعني اصبح هو حاسس باغتراب عن ذاته، واصبح حاسس باغتراب عن المجتمع اللي هو عايش فيه. بمعنى ايه؟ انه تجد الاسرة قاعدة بتتفرج مثلا على فيلم، بدل ما يقعدوا يتكلموا عن بعض زمان كانوا بيقعدوا في حالة من التواصل الاجتماعي، لا، اصبح كل واحد بيشاهد الفيلم. ففي البداية هم كل واحد بيشوف لوحده الفيلم، وبيتفاعل معه لوحده.
ثم بعد ذلك كل واحد فيهم بيروح يتفرج على الفيلم لوحده، ويبقى ليه اوضه لوحده ومعاه موبايله ومعاه انترنته، فاصبح حاله اغتراب عن المجتمع، المجتمع الصغير والمجتمع الكبير. ثم بعد ذلك اصبح في حاله اغتراب عن نفسه، ما بقاش يعيش نفسه، بقى في حاله من الاغتراب، حاله من الغربه. ولذلك مع كل الادوات الحديثه في يعني المفروض تسعد الانسان وتجعل الانسان في راحه وتجعل الانسان في بهجه وتجعله في كل شيء، الا انه الانسان اصبح في حاله من الغربه اكتر، وفي حاله من عدم السعاده وعدم الارتياح وعدم القدره على التفاعل مع الناس. ودي حقيقه فعلا، يعني اكتر ناس بتستخدم الانترنت تجدهم مش قادرين يتعاملوا مع المجتمعات، مجتمعهم الصغير او الكبير، وهو في حاله غربه. تجده في الفيسبوك اسد مغار، نجم النجوم، لكنه في حاله في الحاله الطبيعيه، حاله المفروض يعيشها كاي انسان عادي، تجده انسان خجول لا يقدر على شيء. في اعلان اتعمل على كده، اعلان تي داتا، لما كان بطل الاعلان كان بيلبس ازرق، انسان خجول في الحياه العاديه مش عارف يعمل حاجه، لكنه في الفيس نجم وذو قيمه. في حاجه حصلت مهمه قوي، يا ريت الصور تتعرض، انه في شركه او شبكه تلفزيون الاي بي سي الامريكيه عملت تقرير عن انتحار 18 عامل وموظف في مصنع شركة أبل، وكان سبب الانتحار ضغط العمل الشديد والمتواصل وقلة العائد المادي. فبدأوا يعني لدرجة ان هو ساعات بيقولوا انه ساعات بيشتغلوا 24 ساعة متواصلة علشان المنتج لازم ينتج بكميات رهيبة بملايين، وفي نفس الوقت مفيش وقت للراحة، فالناس بتنتج وبتشتغل لما جالها اكتئاب وانتحرت. فبدأوا يعملوا ايه بقى؟ الشركة قبل بدأ تعمل موانع للانتحار، يعني مثلا تخلوهم يشتغلوا في اماكن مغلقة، مفيش بلكونات، مفيش شبابيك، مفيش منفذ، زي الصورة اللي امامنا، بل عملت حاجة أكتر من كده، يعني عملت لهم شبكة للانتحار، يعني هو هينتحر بس هينقذ، يعني هيرمي نفسه من فوق فيلاقي مرتبة تحت مثلا، زي اللي معانا الصور. فعملت لهم عملية إبدال انتحاري، يعني كل دي الشركات بتعمله ليه؟ الإنسان غرق في المادية، غرق تماما، حالة من الاغتراب فوق الاغتراب. ما هو لكي يحدث الاغتراب اللي احنا بنتكلم عليه لازم يحدث انتاج لمنتجات الاغتراب، فالناس اللي بتعمل المنتجات ديت اصبحت في حالة من الغربة وحالة من الاكتئاب وعدم القدرة حتى انتحرت. وكل ذلك لا مشكلة، اهم حاجة المنتج، منتج ينتج. كانت هذه الفقرة حول فكرة النزعة الاستهلاكية وفكرة النزعة، نزعة الماركات، وازاي الانسان الحديث اصبح اسير وعبد لتلك المنتجات. طبعا المنتجات ديت ليست منتجات استهلاكية فقط بعيدة عن المنح الثقافي، لا، ده في منح ثقافي ومنح تغريبي كامن فيها. لذلك توماس فريدمان لما كان بيقول ان البلاد اللي ما فيهاش ماكدونالدز هي بلاد عدوة لنا، المسير رحمه الله في كتابه اللغة والمجاز يتكلم انه البرجر اللي انت بتاكله والكاتشب والخس والتوست ده والعيش اصبح رمز استعماري، من عنده الماكدونالدز اصبح يعني صديق، ومن ليس عنده أصبح عدو. تحول السندوتش إلى رمز استعمال.